بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا أصدقائي، اليوم هو 3 سبتمبر من العام 2024. تذكروا هذا التاريخ جيدا، لأنه سيكون فارق في الحرب الروسية الأوكرانية. الدنيا مقلوبة خلال الساعات الماضية، لأنه اليوم هو أكثر يوم خرجت فيه أخبار مرعبة من الجانب الروسي ومن الجانب الأوكراني. 4 أخبار ستشكل المرحلة الجديدة من الحرب الروسية الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية نشرت عن أعداد القتلى في الجيش الأوكراني خلال شهر أغسطس وحده، ونشرة أخرى من بداية الحرب. الأرقام اللي هتسمعوها معانا في الحلقة هذه مرعبة. أما زيلينسكي فيتحدث اليوم للصحفيين الفرنسيين عن استفتاء للشعب الأوكراني. عن إيش؟ هنكشف لكم أيضاً هذه المعلومات الخطيرة اللي طالعة اليوم. أما وزير الخارجية الروسي أعلن أن روسيا باتت على وشك الانتهاء من إعادة صياغة عقيدتها النووية، واللي هتكون غالباً توجيه ضربة نووية استباقية لأي دولة على وشك أن توجه ضربة لروسيا وإن لم تكن نووية. والخبر الأكثر رعباً اليوم هو الأخبار اللي طالعة، تم رصد شاحنات فعلياً تابعة للإدارة 12 الإدارة النووية تقوم بنقل شاحنات. هنوريكم الصور إن شاء الله والمعلومات كاملة من البر الرئيس الروسي إلى داخل القرب. ما الذي يحدث؟ كان يفترض كالعادة أن تغطيتنا للحرب الروسية الأوكرانية أن تأتي على شكل ريبورتاجات، ولكن اليوم قررت أطلع معاك راس لأنه الأخبار هامة ولازم نفصلها مع بعض. كل خبر في هذه الحلقة أهم من الخبر اللي قبله عشان نفهم الليلة هذه كلها. اضغطوا لنا لايك أحبائي، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، ونبدأ على بركة الله وتعال احكي لك. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى يا اصدقائي. اول خبر قالب الدنيا خلال الساعات الماضية والكل يتحدث عليه هو ما نشرته وزارة الدفاع الروسية. آخر منشور لها تحدثت فيه عن الخسائر الأوكرانية، واللي أكدت أنه خلال شهر أغسطس فقط، خلال 30 يوم، قتل 60,000 جندي أوكراني. نحن نتحدث عن سقوط 2,000 جندي أوكراني كل 24 ساعة على طول خطوط التماس في كافة الجبهات بين الروس والأوكران. الرقم هذا كبير جدا، ولكنه يبدو كلعب أطفال إذا رأينا إلى التصريح اللي خرج عن نائب رئيس الإدارة السياسية في القوات الروسية، واللي تحدث أنه من بداية الحرب الروسية الأوكرانية حتى أمس سقط أكثر من 700,000 جندي أوكراني. 700,000 خلال الفترة الماضية كان متوسط عدد الجنود الأوكران الذين يسقطون كل 24 ساعة هو 1,000، الآن وصلنا إلى 2,000. علما أن وزارة الدفاع الروسية بتقول لك أول 5 أيام من شهر أغسطس سقط 10,000 جندي أوكراني. هذا استنزاف كبير، وحتى الآن لا أحد يعرف ما الذي يفكر فيه زيلينسكي. أنت تتحدث عن سقوط، احنا داخلين على 1,000,000 جندي أوكراني. الروس احتلوا أكثر من 20% من أراضيك. إيش منتظر عشان تذهب إلى عملية تفاوض منطقية؟ ولكن الخبر الثاني اللي قالب الدنيا خلال الساعات الماضية ومتعلق أيضا مرتبط بالخبر الأول هو التصريح اللي خرج عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في لقاء مع صحفيين فرنسيين، واللي تحدث انه قد يكون هناك استفتاء داخل اوكرانيا، ان تقوم الحكومة الاوكرانية باستفتاء للشعب الاوكراني. على ايش؟ على شروط انهاء الصراع مع روسيا. بمعنى هو عارف الان اذا ذهب الى التفاوض ما عنده اوراق يلعب بها. انت في عملية استنزاف رايح لك 700,000 جندي، انت خاسر حوالي 20-21% من مساحة اوكرانيا باتت تحت السيطرة الروسية، ما عنده الكثير من الشروط يفاوض عليها، عشان كده عارف انه شروط التفاوض لن تكون في صالح اوكرانيا. ولذلك تحدث انه قد يكون المخرج الوحيد للأزمة الروسية الاوكرانية، او الحرب ليست أزمة، هو استفتاء للشعب الاوكراني. اذا وافق هنروح للتفاوض ونجنح إلى السلم، هذا هو الحل الوحيد الذي قد يحفظ وجه أوكرانيا، وجه زيلينسكي. ولكن هناك أخبار أخرى هنتأكد منها ونبلغكم مساء.
هولندا بالفعل بيقول لك سلمت سرب طائرات F-16 إلى أوكرانيا، وإنه قد يستلم سربين F-16، إنه قد يقوم بعمليات قصف جوي في موسكو أو داخل العمق الروسي. هل يمكن أن يحدث هذا؟ في الحقيقة هذه الأخبار كلها مرتبطة بالخبر الثالث. خلوا الخبر الرابع بعدين، معنا الخبر النووي. الخبر الثالث، وزير الخارجية الروسي تحدث إنه روسيا قاربت على الانتهاء من إعادة صياغة عقيدتها النووية. هذا الخبر هو أكثر شيء أثار للرعب حول العالم الآن. هم لهم من فترة تحدثوا يعني أيام عن صياغة إعادة صياغة العقيدة النووية، قال لك قربنا نخلص. ما هي العقيدة الجديدة؟ دعونا هنا نصحح بعض المفاهيم. كثير من الناس اللي مش فاهم بيقول لك ليش روسيا ما تضرب، ليش بوتين ما يضرب نووي. كل دولة نووية لها عقيدة إلا كوريا الشمالية طبعا. مش أي واحد هيرفع الرئيس السماعة. نفترض الآن نزل بوتين وجاء مكانه واحد ثاني، على طول يرفع السماعة وجه ضربة نووية شاملة. ضربات النووية هذه لها عقيدة تتبعها الدولة، وقد لا يعرف البعض أنه حتى عملية الإطلاق النووي لا يمكن لأي حد واقف على السلاح يعملها. عشان أشرح لك بدقيقة واحدة ببساطة، كل صاروخ نووي مثلا في الترسانة الأمريكية هذا ليه كود، كود مكون من 3 أجزاء. يعني لو تحدثنا عن غواصة نووية فيها 20 رأس نووي، هل تعتقد أنه قائد الغواصة قادر يضرب الصاروخ من نفسه؟ نفترض كان مندس ولا منتقم ولا مهووس ولا جاله اكتئاب، لا يستطيع ذلك. كل صاروخ نووي ليه معادلة، كود. هذا الكود مقسم 3 أجزاء، جزء مع قائد الغواصة بيكون داخل علبة كده يكسرها وقت ما يجيه الأمر النووي، ويدخل ثلث الكود في الجهاز، الثلث الآخر بيكون مع وزير الدفاع، والثلث الثالث بيكون مع رئيس الحكومة الأمريكية أو قائد الأركان أو اللي معاه الشنطة حسب كل دولة. فلما الرئيس يوجه بإطلاق، يعني حتى لو الرئيس أراد إطلاق توجيه ضربة نووية أو وزير الدفاع رفض لا يمكن إطلاقها. هنا لازم نفهم أنه توجيه الضربات النووية مسألة معقدة وتطلب توافق للقيادة العليا، وكل دولة تختلف. يعني إذا تعتقد أنه رئيس كوريا الشمالية يعطي جزء من الكود لواحد ثاني على مكتبه كذا، بس هي زوجته كل يوم تمسكه أنه لا يضربش. طيب هذا الخبر مرتبط بالخبر الرابع، وهو الخبر الأكثر رعبا اللي عامل ضجة عالمية، لأنه خلال الساعات الماضية وكالة المخابرات المركزية الأوكرانية خرج عنها معلومات إنها رصدت تحركات نووية في القرب. روسيا بدأت تنقل ترسانة نووية من البر الرئيسي الروسي إلى داخل القرب. ما الذي يؤكد هذه المعلومات؟ هو رصد شاحنات روسية تابعة لوزارة الدفاع تقوم بالتحرك نقل أسلحة من البر الرئيسي الروسي إلى داخل القرب. هذه واحدة من الشاحنات التي تم رصدها وتم تصويرها ونشرها. هذه الشاحنة بعد ما حللوا رقم اللوحة اتضح أنها تحمل الكود رقم 39، وهي تابعة للإدارة رقم 12، الإدارة النووية رقم 12 في وزارة الدفاع الروسية. هذه الإدارة مسؤولة عن تخزين ونقل وتشغيل وصيانة الأسلحة النووية. هذه الإدارة الآن تقوم بنقل أسلحة، هذه إدارة تخزين ونقل أسلحة نووية. أرتال من الشاحنات تتجه من البر الرئيسي الروسي إلى داخل القرم، هذا تأكيد على أنه يتم نقل أسلحة نووية إلى داخل القرم. يأتي هذا تزامنا مع قرب إعادة صياغة العقيدة النووية الروسية. ما هي العقيدة الجديدة؟ الأخبار اللي طلع لك وما تستشفه من التصريحات الروسية أنه العقيدة النووية الروسية الجديدة هي توجيه ضربة استباقية لأي دولة تريد أن تضرب روسيا. يعني لو الروس رصدوا أنه هولندا ولا بولندا مثلا تخطط لتوجيه ضربة كبيرة إلى روسيا، تهديد كاستخدام أسراب F-16 لتوجيه ضربات جوية لموسكو، العقيدة النووية الروسية الجديدة هي توجيه ضربة نووية استباقية لأي دولة قبل ما تضرب. حتى بمجرد تأكيد المعلومات سيتم توجيه الضربات النووية. هل هذه هي العقيدة الجديدة؟ خلونا نتابع ونشوف. تعزيز القدرات النووية الروسية داخل القرم تأتي بعد معلومات استخباراتية روسية أنه أوكرانيا تخطط لشن هجوم كبير جدا على جسر القرم. طبعا هو ليس اسمه جسر القرم، ولكن هذه صفته لأنه اللي بيربط بالقرم، ولكن جسر كريتش. هل ستقوم أوكرانيا بضربه؟ الأخبار اليوم حامي، احنا لسه صباح.
لسه هتظهر التحليلات حول تصريحات زيلينسكي عن الاستفتاء في الداخل الأوكراني. هل نحن على وشك إنهاء الحرب؟ أوكرانيا يتم استنزافها، الروس بيتقدموا نحو بوكروفسك بشكل لا يصدق، ولكن لن مش هندخلها في الحلقة هذه، خلوها للحلقة القادمة اللي هتكون ريبورتاج وثائقي كذا عشان نعرف كل التحركات على الأرض من كلا الطرفين. ما الذي سيتطور في هذا الملف يا أصدقاء؟ احنا متابعينه أول بأول إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة أتمنى أكون عرفت أني ألخص لكم أحداث الأخبار الهامة اللي طلع على صباح ساعات الصباح الأولى رزعونا في وجهنا. شكرا لكل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الأخيرة، وأهلا وسهلا بكل الإخوة والأخوات الجدد في القناة، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.